الطبيب ملي كيعطي الانسان وحده ولا جوج وشهر كامل، كاين الدري اللي كتلقاه في السن ديالو ما كيتجاوز 17 حتى 18 حتى 23 سنه، ويقدر يمشي للفرماسيان لانها رخيصه كنظن دايره 40 درهم كيلو حليب مثلا واحد وقدره، كياخذ 20 حبه وكيبقى في السيمانات كيدفع 4 الحبات. واش الله فامي كي داير؟ نصافو مزيان، كنتمنى من الله تكونوا في احسن الحالات. معكم فؤاد فليكس كالعاده بموضوع جديد كما وعدتكم، ما كاين غير الجديد، ما كاين غير الموتيفاسيون. موضوعنا اليوم الدراري كما شوف العناوين اللي هو الاندرو طارديل. بزاف ديال لي كومونتير كيجيوني على القناه، ملي كندخل كنضطر نعطي النمره ديالي في الواتساب او كنضطر انني نضطر نعطي الانستغرام ديالي عفوا، وملي كيدخل بنادم عندي كيبدا يطرح لي الاسئله، فكتكون الاسئله كالتالي: خويا فليكس راني كناخذ الاندرو طارديل غير ديال الفرماسيان كنخدم بها، واش منيت كصات غير اندرو طارديل ديال الفرماسيان؟ واخا. الاسئله التاليه كتكون مثلا: خويا فؤاد راني خديت مثلا 20 قرعه ديال الاندرو طارديل، وهاد الاندرو طارديل هادي واش ما تاثرش عليه؟ واش نقي في الاخر؟ اي غتنقي اخويا، راه الاندرو طارديل راه تيستوستيرون، وبزاف ديال الاسئله. المهم هاد الاسئله اللي كتطرح الاندرو طارديل اللي بغيت نقول لكم الدراري، تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر وبلا ما بنادم يدير فيها فاهم، لان كاين اللي ما بغيش يكمل الفيديو، ولكن راه الا كملتيه تقدر تلقى شي حاجه اللي قليله انت ما عارفاش تستافد من هذا الفيديو وتعرفها. اول حاجه الدراري، تعريف الاندرو طارديل. التعريف الاندرو طارديل انها تيستوستيرون، وكما كتعرفوا كاين ثلاثه انواع ديال التيست، الاختلاف بيناتهم هو السرعه، سرعه الانطلاق. الاصل كاين الاندرو طارديل اللي هي تيست انونطات ثقيله شويه، وكاين السيبيونات ثقل منها، وكاين البروبيونات اللي هي خفيفه. دابا حنا من عرفنا ثلاثه ديال الانواع ديال التيستوستيرون، اجي دابا نديرو تعريف للتيستوستيرون شنو هو وشنو الخدمه ديالو والوظيفه ديالو. التستوستيرون هو هرمون جنسي طبيعي ينتج بشكل طبيعي في الخصيتين عند الرجال، كما يتم انتاج كميه قليله في المبيض وفي الغده الكظريه. هو هرمون جنسي ذكري، هو المسؤول عن تعزيز النمو وتطور الاعضاء التناسليه للحفاظ على الخصائص الجنسيه الثانويه عند الذكور التي تسبب نقص الاندروجين. ودابا من عرفنا التستوستيرون للدراري، غادي نهضروا على الاندرو طارديل باش نوضحوها للناس، استعمالها او دواعي استعمالها باش بنادم ما يبقاش غلط. اول حاجه الاندرو طارديل كما حنا شرحنا اللي هي مصدر او هي تيستوستيرون. بزاف ديال الناس اللي كتوصل ل 45 او 50 سنه او اكثر كتبقى تعاني من نقص في مستوى التستوستيرون الطبيعي عندها، فكاين الناس اللي كتلجأ للدكتور، فمن كدير الكشوفات ديالها كتكشف الدكتور كيضطر انه يكتب له ديك الاندرو طارديل ياخذها من الفرماسيان. فإلا كانت الحاله 50% كياخذ وحده في الشهر، إذا كانت الحالة طارئة و 100% فكيضطر أنه ياخذ جوج حبات في الشهر اللي هما جوج قرعات. فوالا، دونك هنا الطبيب مخرج البنادم جوج قرعات شهر كامل. حنا كاين الدراري اللي كيسلح بلا ما نهضر شحال من قرعة، حنا غندويو في هذا الشيء هذا. فالدراري بغيت نقول لكم واحد القضية، كما كتعرفوا أن الإنسان ملي كيكون عنده نقص في التستوستيرون عليه الطبيب كيعطيه ياخذ هذا الأندرو طارديل باش ترجع عليه كما كنقولوا حنا واحد الناتج، كما كنقولوا واحد المنتوج ديال التستوستيرون في الكور ديالو. كما كتعرفوا ان نقصان التستوستيرون في جسم الانسان كيرجع على الانسان بواحد السلبيات، مثلا المزاج ديالو كيولي ماشي هو ذاك، الكور ديالو كيولي دابل، مستوى الاستروجين عنده كيطلع، الكور ديالو كيبدا يخبي الدهون بسرعه، الشعر كيبدا يطيح الى اخره، فكيضطر انه يمشي ويدوز وياخذها عبر الطبيب ويدقها باش هي كما كنقولوا كتخدم شي بعض الوظائف. الانسان كيولي كيمارس حياته طبيعيا في شي حوايج اخرين بلا ما نهضروا عليهم. فهنا الطبيب ملي كيعطي الانسان وحده ولا جوج وشهر كامل، كاين الدري اللي كتلقاه في السن ديالو ما كيتجاوز 17 18 23 سنه، ويقدر يمشي للفرماسيان لانها رخيصه كنظن دايره 40 درهم كيلو حليب مثلا واحد وقدره، كياخذ 20 حبه وكيبقى في السيمانات كيدفع 4 الحبات. هاد 4 الحبات اللي جيتي تشوف الفالور ديال الاندرو طارديل 250، دونك هنا راه كتاخذ في الاسبوع 4 ديال الحبات يعني 1000. في نظرك انت ملي كتاخذ الفالور ديال 1000، كاين الناس اللي دايره كورس ما كتعداش ال 1000، ومن 3 ولا 4 ديال الفايلات يعني 4 القراعي. كتجي انت من قرعه واحده ومن تيست واحد كتاخذ 4 القراعات كتوصل 1000، فين غادي؟ فين غادي؟ هذه وحده. ما عرفش اخويا باللي هذا الشيء اللي كدير دابا، هاد 4 الحبات اللي انت كتاخذهم راه كتدمر التستوستيرون الطبيعي ديالك، ومن القدام راه غتوحش كلمه بابا وما غتلقاش اللي يقولها لك. هذه وحده. ثاني حاجه انك من غادي تتزوج وكرمك الله بنت الحلال راه غتولي خصك غياط. المهم بلا ما نهضروا في هذا الموضوع. المهم الدراري كما كنقولوا حنايا
الدراري اللي كيقول لك اخويا فؤاد واش نقدر ناخذ التستوستيرون الانيطات مثلا اللي هو الاندروتارديل واش نقي واش من نيتك راه غتنقي اخويا لانك انت كيسحب لك كتمشي للفرماسيان كتاخذ غير واحد الماده من الفرماسيان خويا راه كناخذها الاندروتارديل ديال الفرماسيان وراه ودي هذيك الاندروتارديل ديال الفرماسيان راه تستوستيرون وانت ملي كتاخذها وتسالي راك عربستي في الحيوانات المنويه ديالك راك دخلتي واحد حاجه من برا اللي لعبتي في الغضاض لعبتي في الهرمونات وخرمستي بزاف الحوايج نورمالمون الناس اللي دايره كورس واخا ما باغيش نهضر في الهرمون كما كنقولوا ونكتسح داك البلان مي غنوضح لان ضروري خصنا نوضح الناس باش مابقاش غاده غالطه راك الناس اللي دايره كورس من 3 ولا 4 الفايلات وزيد وزيد يعني قراي راه ملي كيبدا الكورس ديالو كيكون خايد مع البروفيرون من الاول في الكورس وكيكون خاد في النص الكورس كياخذ الارميديكس على ود الارماطا والبرولاكتين والجاينو باش يعمل واحد الموزه وفي الاخر ديال الكورس من كيساليه كيضطر انه ياخذ البريغلين ويضطر انه ياخذ النولفاديكس ويضطر انه ياخذ الكلوميد ويا ربي يا ربي الاخر السالم كتجي انت كتسلح 20 ولا 30 قراءه من الاندروتارديل وكتقول لي اخويا فؤاد واش نقي راه ما شاتنا راه خصك تنقي المشكله انت تسلحتي ومع عاد كتسول ثالث حاجه غنجيو لذاك الاخ اللي قال لي خويا فؤاد انا خديت الانتروطارديل واستعملتها وعطاتني ولكن كنقطع كنتفش دغيا ما عرفتيش علاش اول حاجه انت من خديتش الانتروطارديل اللي هي تستوستيرون راك لعبتي في لوكور ديالك لداخل خرمستي التستوستيرون الطبيعي ديالك دخلتي التستوستيرون تنفختي لوكور ديالك حيت كيولي بدا يدخل له التستوستيرون الخصائصين ديالك كينعسوا ما كيبقاوش ينسجوا التستوستيرون الطبيعي انت كتكون ديك الساعه في واحد المرحله اللي كتدخل 3 ولا 4 في السيمانه ولا شو شحال كتدخل فالكور ديالك راه كيتفقع كيتهز نورمال ممكن تاكل وكتريني وكتدوق راه غتهز الميزان ديالك كيتهز واخا ما كتهزش العضلات ديك الساعه 100% فوالا خلصتي داك ال 20 قرعه ديالك ولا علم الله الو التستوستيرون مابقاش كيدخل صافي حتى التستوستيرون اللي تحت راه مابقاش دونك شنو كتنتظر الماده الاندروجينيه البنائيه في الجسم ديالك هو التستوستيرون دونك ما بقاش كيدخل من هنا وما بقاش كيتنسج حتى من التحت دونك شنو فين هي الماده اللي غتبني لك صافي انت راك سالي شي معها كلها ديتيها بقيتي عا كتخشي ما بقيتيش كتفكر راه كاين شي حاجه خدامه الوغ في الاخر ديال الكورس كتلقى راسك وليتي كتعاني بزاف المشاكل ما باغيش نهضر عليهم لان كيتابعوني ناس كبار وليتي كتعيط للناس وتقول له خويا راني طايح في مشكل وشنو الحل كتولي شايف راسك ضعفيتي تخسروا الفلوس في الماكله وفي الدواء والسقشي صافي ساليتي لصقشي بغيتي تعرف علاش انا غنقول لك علاش اول حاجه ملي كتكون كتريني وانت طبيعي ومدخل والو وعندك الفلوس سير خذ لك الدجاج وخذ لك اللحم وخذ لك المكملات اللي هما مثلا الارجينين والكرياتين والواي بروتين والبي سي الاحماض الامينيه مثلا البي سي اي وغتبدا تريني ودير كارديو ديالك وتقاد ماكلتك وهذوك المكملات قسما بالله شي غتولي زوين وتسالي المكملات ديالك وتبقى شاد غير الماكله ديالك وكتريني غتبقى زوين حيت ما لعبتيش في عالم الهرمونات توصل تاخذ شي حاجه اللي هي هرمون وتدخلها بطريقه غلطه الاخر ديالها غادي تهبط سواء واخا تكون عامل كورس ونقيتي وتقاديتي وخسرتي في ذاك الكورس 6000 درهم غادي تسالي الكورس ديالك غادي تضعف عاوتاني علاش حيت سوء الاستعمال الطريقه باش كتنقي كتمشي تاخذ كورس وقدره ومن كيقول له بنادم خذ لك بروفيرون خذ لك هذه كيقول لك خليه من بعد في الاخر كيبقى يشكي عليك خويا طلعت لي شي حاجه هنايا خويا راني خويا راه ومن الاخر فكر في هذا الشيء من الاول كنتمنى من الله الدراري الانسان قبل ما ياخذ الحاجه يمشي يقرا عليها قبل ما يجرب الحاجه يمشي يسول الناس اللي سابقين الدراري الله يرحم لكم الوالدين ما يبقاش بنادم غير من هبه ودب يمشي شي حاجه يديرها وتاي طيح في المشاكل عاد يعيط راه واخا طيح في مشكل وطيح في واحد كيفهم غايقول لك مثلا كيفاش دير الكورس من الاول وكيفهم غايقول لك كيفاش تلصقوا ولكن الا طحتي في داك المشكل اللي ما وراء الكورس هذاك اللي كيفهم راه ما غيعرفش ينفعك الطبيب براسو يقدر يحيفك ما يعرفش شنو يعطيك وما يعرفش شنو الحل معك واللي يقدر يخدم معك يعطيك طريطمون وشوف وتوزهرك فكنتمنى من الله الدراري تراجعوا داك الشيء اللي كديروا انا الدراري ما كنخاطبش كل شيء كنخاطب داك النوع اللي هو دابا عارفني على من كنهضر اي عليك انت ابو راس انت اللي كتمشي للانتروطاردين تاخذهم للفرماسيان وكتجي وتدفع وفرحان وانا والفرحه ديالك راه ما غدومش اخر الكورس غتبقى تبكي ردوا بالكم الدراري الله يرحم لكم الوالدين بنادم راه كما قلت لكم في واحد النهار في واحد الفيديو راه اللي هاد الرياضه ماشي مصدر الرزق ديالو ولا ماشي مدرب ولا ما كيفكرش يطلع للمسرح ما يفتحش عليه هاد الباب راه غيندم كنتمنى من الله الدراري تكون فاهم هذا الميساج اللي باغي نوصل لكم شحال من واحد غيقول لك فؤاد فليكس ما باغيناش نتفضغلو فؤاد فليكس باغينا خويا راه ماشي ما باغيكش تفضغل
راه تقدر تفضغل الامور تفضغي لها غتندم وغتبقى تقول يا ريت كون سمعت الهضره. راه بزاف ديال الناس حلوا عليهم هذاك الباب وندموا ولاو يقولوا لك رجعت الساعه اللور ما ندخلت حتى شي حاجه، لان الدراري كما كتعرفوا راه كاش ادي الكيله ديالك الكبد ديالك الانزيمات الكبد كيطلعوا بزاف الحوايج كيطراو لك في حياتك لداخل البروستات كياكلوا الدق بلا ما نهضروا على الحيوانات المنويه ديالك وزيد وزيد. راه بزاف ديال الدراري كيديروا لي كورس راه نقول لك منهم 3% اللي كيخرجوا سالمين ولا 4% اللي كيخرجوا سالمين، راه ما كاينش اللي كيخرج من الكورس 100% راه سالم، راه ما كاينش قليل. وخصو يبعد ويجلس مده طويله ويبقى ياخذ بزاف المحفزات ديال التستوستيرون يا ربي. فكنتمنى من الله الدراري الميساج يكون وصل، وكنتمنى من الله الدراري نكون فتكم شويه. انا دابا جيت على اساس انكم نتوما ما تضروش، انا دابا علاش داير انا علاش دابا جيت درت هذا الفيديو مع العلم ان راه الصاد كنقطر ودير هذا الفيديو صابر على اساس انني ما باغيشكم تضروا. راه كاينه بزاف ديال الناس ضرات وباغي عباد الله هما يضروا، يقول لك علاش انايا ضر هما حتى انا كيما ضريت. ولكن الدراري قال لك كما كنقولوا بغي الخوك كما كتبغي راسك. مثلا انا ما نبغيش نضر فما نبغيكش تضر حتى انت، وما نبغيكش اخويا تدخل عليها غير جاهل. هذا العلم هذا ديال الكمال الاجسام والهرمونات راه علم كبير وراه قلال الناس اللي كيفهموا فيه. فما تبقاش اخويا غير تجي اللي بانت لك الديره ولا شجعك على شي حاجه ديرها، ولا مثلا هذا خدا مثلا الاندروطار ديال وبان لي تهز نمشي حتى انا ناخذها ونهضر. راه تهز ولكن راه تقلبوا من الداخل ربي لاعلم به. حيت هو باقي صغير والجهد كاين مازال ما حاس بوالو، غيزيد واحد شويه عاد تبدا تشوف. فما تجيش الدراري ما تجيوش الدراري وتبقاو تجربوا في راسكم، وما تجيوش الدراري وتبقاو ديروا شي حوايج اللي كما كنقولوا شفتوا صاحبي دار جربت انا نمشي ندير. كنتمنى من الله، وهذا هو البلان الدراري، وكان معكم فؤاد فليكس، وكنتمنى من الله الدراري الحضارة ثم الحضارة ثم الحضارة الدريف. راه الصحة ما كتمشي الدراري، راه والله ما يعقل عليك شي واحد. وكنتمنى الخير للكل، وكنتمنى من الله كل شيء تريني وكل شيء ربي الصحة، غير هو بغينا غير الصحة وبغينا العقل يكون حاضر وبغينا بنادم هذيك الصحة تدوم معاه. وتهلاو الدراري، وكان معكم فؤاد فليكس، هذا هو البلان.